وجاء مسلك أهل السنة بهذا المسلك الذي مضى عليه أبو بكر وعمر وعثمان، لا يتخذون من دعوة محبة آل البيت فوضى ولا لعب ولا إرادة سلطة ولا غير ذلك، ولا سب للصحابة ولا سب للأخيار وما إلى ذلك. منهج قويم وصراط مستقيم، ما يعرفون فيه إلا أساس لا نفرق بين أحد من رسله. وإذا فما فرقنا بين الرسل، أن نفرق بين أصحاب الرسل أم نفرق بين آل الرسل أم نفرق بين ورثة الرسل؟ لا نفرق بين الرسل ولا بين آل الرسل ولا بين أصحاب الرسل ولا بين آل ولا بين أهل وراثة الرسل من العلماء العاملين. ولذا نجد أن الناس يتربون كانوا على فقههم في الشريعة، على الولاء للمؤمنين المفروض في القرآن الكريم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ويؤكد: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يقول جل جلاله وتعالى في علاه في شؤون هذا الولاء: لا يفرقون بين الرسل ولا بين أصحاب الرسل ولا بين أتباع الرسل، وهذا الذي مضى عليه سادتنا الصحابة وآل البيت الطاهر في مسلك واحد، ومصدر الفخر والشرف لهم واحد، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتماؤهم إلى رسول الله هؤلاء بنسبته وهؤلاء بصحبته عليهم رضوان الله، فحازوا به الشرف، وهؤلاء بوراثته كانوا يتربون المسلمين، ويقولون في منظوماتهم التي يقرؤونها عندما يتعلمون علم الشريعة: والشافعي ومالك ونعمان وأحمد بن حنبل وسفيان وغيرهم من سائر الأئمة على هؤلاء. والاختلاف رحمة، الاختلاف القائم على النظر الصحيح ممن هم أهل النظر في استنباط المعاني الأحكام، فهو معنى قول العلمه الذين يستنبطونه منهم جل جلاله وتعالى في علاه. وهذا الخلاف مع اتحاد الأصول وبين لنا سعة الشريعة المطهرة، وكانت هناك اجتهادات كثيرة من حائط الصحابة والتابعين، والذي حرر وخدم وانتظم من جميع جوانبه ما أشهره الله وأظهره في اجتهاد الأئمة الأربعة الذين بقوا بين أهل السنة والجماعة، هم السرج المضيئة في فهم الكتاب وفي فهم السنة على الأساس الذي مضى عليه الصحابة والتابعون وتابع التابعين متابعيهم بإحسان عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فما هناك نفترق بين أحد من الرسل. وهكذا علمنا هذه الآداب والمعاني، حتى ذكروا في ترجمة الإمام الشافعي أنه صلى الصبح بجوار قبر أبي حنيفة فأسر بالبسملة وبالقنوت، فقيل له: أتغير اجتهادك في المسألة؟ قال: لا يزال الدليل عندي قائم على سنية الجهر بالبسملة وعلى سنية القنوت. قالوا: بل يوم لا بسملة ولا قنوت سمعناها منك اصررت بها. هل أدب مع هذا الإمام؟ الإمام كان اجتهاده واستنباطه أنه لا يجهر بالبسملة ولا قنوت عنده في صلاة الصبح، فلما صلى بجوار قبره تأدب معه، مع أنه ما أدرك حياته. ولد الإمام الشافعي في العام الذي توفي فيه الإمام أبو حنيفة، فقال بعض أهل التاريخ في اليوم الذي توفي فيه هذا ولد فيه هذا، حتى قالوا في اليوم توفي إمام وولد إمام في نفس اليوم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، كان هذا الأدب. وكان يقول: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، سيدنا الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا كان الإمام أحمد بن حنبل يقول: كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للأبدان. فهل لهذين من عوض عليهم رضوان الله تبارك وتعالى؟ وقالوا للإمام الشافعي: ما أكثر زيارتك أيام كان ببغداد، ما أكثر زيارتك الإمام أحمد وزيارته لك؟ قالوا: يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تفارق منزله، إن زرته فلفضله أو زارني فبفضله، فالفضل في الحالين له. ولما بلغ الخبر سيدنا أحمد قال: إن زرتنا فبفضل منك تمنحنا، أو نحن زرنا فللفضل الذي فيك، فلا عدمنا كلا الحالين منك، ولا نال الذي قد تمنى فيك شانيك عليهم رضوان الله تعالى. وبعد ذلك بلغاسوا مع دولة تفرقة ومحبة ومودة إلى أذواق
رفيعة علوية بينهم. المرض الإمام أحمد بن حنبل، فجاء الإمام الشافعي يعوده، فشفي الإمام أحمد ومرض الإمام الشافعي، فجاء الإمام أحمد يعوده، شفي الشافعي، فأنشأ بيتين لطيفة رقيقة يبين لنا مسلك القوم والذين فهموا الكتاب والسنة على وجهها وعلى وجهه. يقول سيدنا الشافعي: مرض الحبيب فعدته، فمرضت من أسفي عليه، فأتى الحبيب يعودني فبريت من نظري إليه. لما نظرت إليه جاءت العافية وجاء الشفاء عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. هذه المودة والمحبة والرحمة التي كانت بين خواص المؤمنين خاصة وعامتهم عامة يجب المحافظة عليها، ويجب معرفة أصلها، بل بها رحمة الله لنا. نصيبك من رحمة الله على قدر رحمتك بعباده، ونصيبك من مودة الله خذ ميزانها كيف تود المؤمنين به، كيف تود آل بيت محمد، كيف تود الصحابة الكرام، كيف تود عموم المؤمنين عامة وخاصتهم خاصة. فهذا الميزان علامة أنه يودك جل جلاله، وترتقي في سلم معنى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ولما مر على الآية في ليلة من لياليه الإمام محمد بن حسن جمل الليل عليه رحمة الله، وصل عند الكلمة فذاق الود، فأخذ يكرر ودة ودة ودة، وطلع الفجر وهو في الود. لما يذوق من حلاوة الوداد سيجعل لهم الرحمن ودة.